هذا الحفل هو حفل سنوي كنديروه هذه السنه من بعد سنتين ديال جائحه كورونا. درناه وحاولنا انه يكون في مستوى عالي باش نرجعوا شويه للطلبه هذاك الشيء اللي فقدوه في هذه السنتين. الحمد لله هذه السنه تخرج 109 ديال الطلبه الضباط والضباط الطلبه، وكذلك واحد العدد ديال 18 ديال طلبه الماستر في إدارة الشؤون البحرية. كان معنا كذلك واحد 20 طالب في سلك المهندس اللي فقط بديناه هذه السنة، إذا السنة الأولى كانوا معنا. هذا حفل فريد لأنه شعب جديدة الحمد لله كانوا معنا، والحفل مر في ظروف جد ممتازة وبحضور وترأس السيد وزير النقل واللوجستيك. شعبة جديدة هي شعبة المهندس في صناعة وفي صناعة السفن، وعندنا شعبة الماجستير في إدارة الشؤون البحرية، وإن شاء الله السنة الجاية غيكونوا شعب جديدة. غيكون عندنا جوج ديال الشعب جديدة ديال سلك المهندس في العلوم البحرية وسلك المهندس في الميكانيك البحرية السنة الجاية، إضافة إلى سلك الماستر في الانجينيوري ماريتيم اي بورتوير السنة الجاية إن شاء الله. إذا هادو هما الشعب الجديدة لهذا، ومازال نشتغل على شعب أخرى إن شاء الله، منها سلك المهندس في الأرشيتكتور نافال تهي إن شاء الله غادا تكون، ولكن غنديروها مع مؤسسة أجنبية سواء في كندا أو في كوريا الجنوبية إن شاء الله.